الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في محاضرة جديدة تحت عنوان Introduction to Global Wound Atlas Webinar. الهدف من المحاضرة هو التعرف على أقسام أطلس الرياح العالمي Global Wound Atlas وكيفية استخدامه. طبعا أطلس الرياح العالمي هو عبارة عن تطبيق مجاني ويب بيست او ويبينار. هذه الويبينار هي ناتجه من الشراكه والتعاون الدولي بين قسم طاقه الرياح في الجامعه التقنيه الدنماركيه والبنك الدولي من خلال برنامج لدى البنك الدولي اللي هو Energy Sector Management Assistance Program. وهذا مثل ما حكينا عليه بالمحاضره السابقه هو صندوق استئماني من جهه عدد من الدول المانحه. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد ورسم خرائط موارد الطاقة المتجددة بشكل عام، واللي تشمل الكتلة الحيوية والطاقة المائية الصغيرة والطاقة الشمسية والطاقة الرياح. طبعا الغرض من دراسة أطلس الرياح العالمي فيما يخص هذه المحاضرة، طبعا مثل ما قلنا أطلس الرياح العالمي ينطي تصورات فيما يخص طاقة الرياح، تصورات عن طاقة الرياح خلال المراحل الأولى، أي مراحل الاستكشاف والتقييم الأولي اللي يخص عمليات إعداد الدراسات الأولية Pre-Visibility Study لموارد الرياح في أي موقع قبل ما نقوم بعملية تركيب محطات أنوائية على الأرض أو محطات قياس الأرصاد الجوية والأبراج التورات. فبهذه الحالة راح ينطينا معلومات أو للجهات المتبنية سواء كان الحكومات على فهم وتقييم أفضل لإمكانيات موارد الرياح على المستوى العالمي، يعني فيما يخص العالم بشكل عام، وأيضا على مستوى البلدان وعلى مستوى المحافظات أو المدن أو الأقاليم، وأيضا على مستوى المناطق الصغيرة اللي هي تحت الدراسة. طبعا السؤال اللي ينطرح هنا وهذا سؤال الإجابة راح تكون من خلال الاستنتاج والكلام، السؤال: هل يجوز الاعتماد على البيانات المستحصلة من هذا الويبينار أو الجلوبال ويند أطلس وتعتمد بشكل أساسي لنصب مشاريع طاقة الرياح؟ هذا السؤال راح نتركه إلى نهاية المحاضرة، هو مهم جدا طبعا. ماذا نحصل من هذا الموقع؟ ما هي الأهداف أو النقاط المبتغاة من دراستنا لهذا الموقع؟ هذا الموقع ينطينا مؤشرات أو أساسية أو ينطي لصناع السياسات أو حتى الباحثين والمخططين والمستثمرين على تحديد المناطق الواعدة بطاقة الرياح لتوليد طاقة في أي مكان في العالم تقريبا. النقطة الثانية، يعمل أطلس الرياح العالمي على تسهيل الاستعلامات، يعني ينطينا معلومات أولية عبر الإنترنت بدون تعب بدون زيارة، ووفرنا مجموعة بيانات قابلة للتنزيل مجانا أحدث منهجيات إدخال البيانات والنمذجة. أيضا يمكن المستخدمين اليوزرز إلى تنزيل خرائط عالية الدقة للإمكانات والبوتنشيال لطاقة الرياح وموارد الرياح نستخدمها حتى نستخدمها كأدوات في البرامج الأخرى مثل برنامج نظم المعلومات الجغرافية. أيضا ينطينا مؤشرات أو معلومات عن مجاميع البيانات، وسرح نشوف طبعا، ويتبع منهجيات أو ميثودولوجيز في إنشاء أطلس الرياح العالمي في قسميه المتعلقين بالمنهجيات والبيانات. وهذا راح نشوف على الموقع شلون نقدر نفهم هاي التفاصيل الأساسية، لكن هي هذه كلها مقدمة. مثل ما قلنا أطلس الرياح هذا يساعد صناع السياسات والمستثمرين على إجراء الحسابات الأولية، يعني نقدر أن نحسب حسابات أولية إحنا كباحثين، تنطينا المؤشرات هل إنه إحنا نستمر
في الدراسة في موقع ما أم نتوقف نبحث عن مكان بديل؟ يمكن المستخدمين تقييم موارد الرياح في أي نقطة أو في أي منطقة مخصصة، يعني ممكن نأخذ زون صغير أو نأخذ منطقة أكبر أو نأخذ على مستوى بلد أو على مستوى منطقة إدارية ولاية أو مقاطعة. أيضا يمكن المستخدمين من تقييم التباين الفاريشن في موارد الرياح حسب السنة على مدى السنة والشهر والساعة. يعني مثل ما نعلم أن طاقة الرياح هي طاقة، نفس موضوع الطاقة الشمسية هي متغيرة، تتغير مع الوقت، هي دالة للزمن as function of time. فمن خلال هذا التغيرات نقدر نقيم هذا التباين أو هذا الفاريشن ونشوف إحنا وين، لأنه في لما نختار موقع معين نقدر نستمر ونقيمه ونشوف هل إنه هذا الموقع مجدي لدراسة لنصب مشروع أم نتوقف ونبحث عن مكان بديل. يمتاز الموقع بين البيانات اللي تم تنزيلها، هي بيانات محددة وفق أحدث المنهجيات من حيث إدخال البيانات والتولز أو الأدوات وعملية المحاكاة والسيميليشن المستخدمة في هذا الموقع، وهذا يشجع على أنه نستطلع أو ندرس هذه عناية قدر الإمكان. أيضا يستطيع المستخدمين تنزيل بيانات نظم المعلومات الجغرافية GIS على شكل طبقات أو layers في أي منطقة، ويمكن في أو داخل البلد أو أي وحدة إدارية، واستخدامها في برنامج GIS في برامجيات GIS، ومن ضمنها طبعا أني اللي أستخدم برنامج RGIS Map. ايضا هذا البرنامج يساعدنا على تنزيل ملفات اللي هي امتدادها الاب اي بي واللي يستخدمها برنامج الواسب. وايضا يسمع اطلس الرياح العالمي جلوبال اطلس للمستخدمين بتنزيل. ايضا نقدر طبعا نزلت هذه الخرائط عاليه الدقه تظهر موارد الرياح، ممكن تنزلها للعالم كله وتختار البلد في بلدك انت او تختار منطقه محدده، وهذا كله راح نطبقه عمليا. ايضا نستطيع تنزيل خرائط متوسط سرعه الرياح، وايضا خرائط كثافه الطاقه الويند باور دنسيتي والويند سبيد في اي مكان في العالم او اي مكان احنا نختاره. وهذه الخرائط ممكن انها تقول على شكل ملفات PDF او على شكل صور بامتداد PNG. ايضا اكو تولز لانشاء الخرائط في هذا البرنامج، وهذه التولز تحول لنا كل نتائجنا بصيغه PDF، وهذه التول تستخدم الى كل من الاجزاء او البارامترات او عناصر الدراسه اللي هي معامل السعه او الحمل اللي هي Maps of Capacity Factors، وهذا مهم جدا اللي هو معامل في عندنا لما نختار توربينات معينة، يعني حتى نعرف أي توربين الكاباسيتي فاكتور ضمن أي رينج، نعرف الخرائط اللي خاصة بالكاباسيتي فاكتور، نقدر نختار نوع التوربين اللي يحمل هاي المواصفة ونقدر نوصفه ضمن الارتفاعات المحددة. وطبعا الكاباسيتي فاكتور اللي هو يمثل النسبة بين الطاقة الحقيقية الناتجة في مزرعة رياح أو من توربين رياح واحد خلال فترة زمنية معينة إلى الطاقة اللي يمكن أن ينتجها خلال نفس الفترة عندما يعمل بالريتد باور. أي ريتد باور المقصود بها الاستطاعة القصوى خلال نفس الفترة الزمنية، يعني اللي هي القدرة الحقيقية على القدرة المثالية للتوربين أو مجاميع التوربين. أيضا ينطينا خرائط عن كثافة طاقة الرياح اللي هي المين باور دنسيتي، مثل ما قلنا متوسط سرعة الرياح، وينطينا أيضا تصورات عن طبيعة الأرض التضاريسية أو سبيل أوراجرافي، وأيضا خرائط خاصة بطول الخشونة أو رفنس لين، وهذا هي من البارامترات المهمة جدا عندما ندرس أي موقع حتى
نتوصل إلى نتائج نصب التوربين أو نصب مشاريع طاقة الرياح ومزرعة الرياح أو نقر على النصب أو نستبعده حسب حالة النتائج اللي إحنا نتوصل، سواء إذا كانت مجدية نعم، وإذا كانت لا نبحث عن أماكن بديلة. أيضا هذا البرنامج يتيح أداة حاسبة اللي هي لإنتاج الطاقة أو الإنرجي كالكوليتر تول، واللي يستطيع المستخدم من خلالها تقييم إنتاجية الطاقة من توربينات الرياح، وأيضا نستطيع تصدير هاي الملفات إلى برامج الجي آي إس، من أنه يمكننا من إنشاء بيانات للجي آي إس ونستخدمها في البرامج اللي برامج نظم المعلومات الجغرافية. وأيضا نستطيع حساب عدد ساعات الكلية لعمل، يعني البرنامج ينطينا الساعات التحميل الكاملة الفول لود أورز. وأيضا مثل ما قلنا هو أطلس الرياح هو مجاني ومتاح لجميع المستخدمين، وحرية الوصول بدون تقييدات للبيانات والأدوات والمنهجيات، وأيضا ينطينا مؤشرات عن التحسينات والتحديثات الرئيسية المخططة للبيانات والأدوات المتاحة. أيضا البرنامج على ضوء نقدر نحدد أماكن نصب مشاريع طاقة الرياح، سواء البرية أو المشاريع طاقة الرياح البحرية، يعني الأونشور والأوبشور. وأيضا ينطينا خرائط لموارد الرياح على ارتفاعات 10 متر و50 متر و100 متر و150 متر و200 متر فوق سطح الأرض أو above sea level، ويوفر لنا قاعدة بيانات ممتازة مأخوذ فيها بنظر الاعتبار التأثيرات اللي ممكن أن تتركها مشاريع طاقة الرياح إذا ما نصبت في مواقع غير ملائمة، اللي نسميها الانفايرمنتال افكت. البرنامج يدعم التحقق من النتائج اللي نحصل عليها طبعا على فترات زمنية طويلة، ومقارنتها ببيانات القياس الأرضية، أي البيانات اللي نحصلها من المحطات أو الأبراج القياس الأرضية لغرض المقارنة والتقييم. الاستخدام الصحيح لمجموعة بيانات أطلس الرياح العالمية هو التجميع، نجمع البيانات نحللها لعمليات النموذجة وعمليات تكاملها حتى نوضع رؤية كاملة للطاقة، وخاصة ما يخص مخططي الطاقة وصانعي السياسة. إذا نرجع لجواب السؤال الأول، قلنا هل يجوز استخدام النتائج المستحصلة من هذا الموقع والقرار والإقرار عليها أو اتخاذ قرار لنصب مشاريع طاقة خاصة المشاريع الكبيرة؟ الجواب لا. ليش؟ ليس صحيحاً استخدام البيانات والأدوات لتحديد موقع مزرعة رياح بدون قياسات من محطات قياس أرضية. يعني هذه البيانات اللي راح نحصلها من هذا البرنامج أو هذا الموقع وراح تنطينا رؤية عن مدى استمرارنا في عملية البحث والتقصي لموقع معين، إذا شفنا أنه ممكن أنه نستفاد منه بسرعة رياح بطاقة رياح، بعدها راح نصب محطات قياس ونجمع القراءات مالت الفترات الزمنية، ومن ثم نجري التقييم والمقارنة بين البيانات اللي نحصلها من البرنامج والمحطة والبيانات الأرضية ونتائج البيانات الأرضية، وعلى ضوء حتى نحصل على وثوقية عالية. ليش؟ لأنه الخسارة في مشاريع طاقة الرياح إذا كانت غير مدروسة بشكل جيد راح تسبب انتكاسة كبيرة، خصوصا في المشاريع الكبيرة. خلينا ناخذ هذا الجداول شوية نشرحه. طبعا التصنيف العالمي
فئات أو طبقات سرع الرياح اللي هي تحت ارتفاعات 10 متر و30 متر و50 متر فوق مستوى سطح البحر. سرع الرياح تصنف إلى عدة فئات. لاحظ هذا الجدول أنه قسم المناطق حسب سرعة الرياح وطاقة الرياح من هذه الارتفاعات اللي نشوفها، اللي هو الصنف الأول الكلاس ريسورس كلاس بور، سرعة الرياح من 0 إلى 4.4 متر للثانية، والويند باور دنسيتي من 0 إلى 100 واط على المتر المربع، وعند الارتفاع 30 من 0 إلى 5.1 متر بالثانية، والويند باور دنسيتي من 0 إلى 160، وعند 50 متر اللي هي من 0 إلى 5.4 متر بالثانية، والباور دنسيتي لحد 200 واط على المتر المربع، وهكذا بالنسبة لباقي التصنيفات المارجنال والمودريت والجود والاكسلنت والاكسلنت والاكسلنت. لا طبعا احنا من نجي على التصنيفات، هذا التصنيف مهم جدا. ليش؟ لانه حتى من اذا نقيم اي موقع داخل العراق مثلا او في اي بلد اخر، يجب ان نرجع الى هذا التصنيف العالمي اللي هو تصنيف الـ IEC 61400-40، وهذه تصنيفات معتمدة عالميا في تقييم موارد الرياح في أي موقع ندرسه. طبعا هذه ما تصلح البور، وهذه يعني تصلح المشاريع، يعني الشغلات المفردة الصغيرة والكلش. هنا طبعا احنا بالنسبة للعراق ممكن انه قسم من المناطق تقع في هذا المكان، يعني تتراوح بين المودريت بشكل عام، يعني بشكل عام العراق تتوفر به الحد هذه الحد هذا التصنيف من البور الى الجود. الجود طبعا مناطق جدا محدودة، المودريت ممكن انه نلقاها شوية اوسع، والهامشية بشكل أوسع كثير، والبور أيضا للغالبية يعني المناطق. لكن راح نروح على الخرائط وننزلها راح نشوفها، راح نفهم هذه الموضوع بشكل أفضل. الشيء الآخر اللي يجب أن نعرفه هو الويند كلاسز باي انترناشونال الكتروتكنيكال كوميشن ستاندردز، واللي يخص توربينات الرياح. التوربينات أيضا لما نجي على أي كتالوجات نلقى الـ IEC 1 حروف اللاتينية الهاي وند، واللي الأبرج ويند سبيد معدل يشتغل على معدل سرعة سنوي 10 متر بالثانية، والإكستريم 50 يير جاست اللي هو مصمم التوربين عليه سرعة الرياح المتطرفة العالية جدا اللي يتحمل حتى 70 متر بالثانية، والتربرنس كلاسز الدوامات اللي تحدث مقسمة لنوعين طبعا بالمية، 18% التربولانس، والتربولانس الأي والبي 16%. النوع الثاني من التوربينات اللي هو الميديوم ويند، واللي معدل سي يشتغل على معدل سرعة سنوي قصوى عن من الريت باور 8.5، والإكستريم ويند 59.5، وأيضا تربولانس كلاس 18 و16%. احنا طبعا هنا يعني هنا هذا اللي يهمنا من هذا الجدول، حتى نجي على نقل كتالوج اي عرض من شركه، يعني هذا ما يفيدنا. ليش؟ سرعة معدل سرعة الرياح عاليه، ممكن هنا نشتغل ضمن هذا الزون اللو ويند تيرماين او الكت ان سبيد، سرعه البدء يجب ان تكون قليله، حتى هو بالنسبه هذا يعني يعتبر عالي كمعدل سنوي حتى يشتغل ضمن الريتد باور اللوند والاي بي الصف الرابع. واكو ايضا قسم من التصنيفات لبعض الدول ضافت تصنيف خامس، لكن هنا هذا هو المعتمد اكثر شيء. معدل السرعه طبعا هنا باللوند 7.5، والسرعه الرياح المتطرفه يتحمل 52.5،
والتابلس كلاس 18 وأيضا الأي والبي هو 16 سنتين. والصف الرابع اللي هو المعدل السرعة السنوي بالريتد بار هو 6 متر في الثانية، ويتحمل سرعة رياح متطرفة 240 متر في الثانية. طبعا احنا بالمناسبة يعني من خلال معلوماتي نادر ما تحدث أدنى يعني ممكن انه نصل الى اقل من هذا السرعة، وهذا السرعة الرياح طبعا لها تأثيرات سلبية جدا، اذا ما استمرت وحصل عطل ما في منظومة الإيقاف الميكانيكي أو الإلكتروني للتوربين عندما يتجاوز السرعة 25 متر للثانية واستمرت إلى هذا الحالة ممكن يؤدي إلى تحطيم التوربين. هذه الجداول هي يجب أن تكون عندنا فكرة عنها إلى ارتباطها بشكل وثيق بالموضوع عندما ندرس موارد الرياح والخرائط. راح ننتقل بعد هاي المقدمة المحررة إلى برنامج إلى الويبينار للجلوبال وان أتلس. إلى الواجهة الرئيسية للويبينار أو الجلوبال وان أتلس مثل ما نشوف، هذه النافذة الرئيسية تحتوي على المقدمة الانترودكشن والمابس حسب الكونتري والريجن، وأيضا على خرائط على شكل بوستر أو بي إن جي هاي ريزوليوشن بوستر مابز والجي اي اس فايلز. وهنا طبعا الجزء المختص بالداونلود والتحميلات راح يكون الجزء الثاني من هاي المحاضرة. راح ننتقل الى تخصيص المكان باختيار البلد اما من هذه النافذة او نختار من زر الداونلود، نختار اثنيناتهم نفس الشيء. طبعا هنا مثلا زر سلايد اللي هو سلكت كونتري، انا بالنسبة لي راح اختار العراق مثل ما نشوف. هذه قائمة البلدان الآي، ومن نختار البلد أو المكان البرنامج راح بشكل أوتوماتيكي يفتح. هنا طبعا مثل ما نشوف راح تتلون الخارطة باعتبار احنا خصصنا، حتى أقدر أزوم الخارطة براحتي. طبعا هذا عندي البلس، هذا زوم إن، وأقدر أنقل الخارطة بالمكان اللي أريده أو بالسكرولر مال الماوس أقدر أيضا أتحكم. نجي على الأجزاء الرئيسية، نلاحظ هنا على الجهة اليسرى الويند إنرجي لاير، هذا المثلث المنقلب نضغط عليه راح أشوف الكاباسيتي فاكتور هاي إي سي كلاس 1 والكاباسيتي فاكتور الاي اي سي كلاس 2 بالحروف اللاتينية والكاباسيتي فاكتور اي سي كلاس 3. طبعا هذه هي الكاباسيتي فاكتور هو عامل الحمل للتوربين، شرحنا بداية المحاضرة عرفنا شنو تعريفه وشنو مفهومه. لو نجي الان نضغط طبعا بكليك ايسر على الكلاس 1 كاباسيتي فاكتور كلاس 1، طبعا مثل ما نشوف الواجهة الرئيسية هذه للكلاس كلاس 1، وعندنا هنا الليجند او مفتاح الخارطة. هذا هو طبعا الكاباسيتي فاكتور يحدد النسبة المئوية، وكل ما تكون قيمته عالية طبعا تكون افضل كنسبة مئوية. طبعا نشوف اقصى حد حسب الالوان، حسب الالوان الموجودة بالخارطة من ال 14 طبعا اكبر من 2 لحد حتى اكبر من 60%. طبعا الكباسيتي فاكتور للوند توربين اللي يفضل هو انه يكون اكثر من 40%، فكل ما يكون اكبر يكون افضل. ليش؟ لانه يمثل الاداء الحقيقي للقدره الناتجه ضمن فترة زمنية معينة اللي تنتجها التوربين أو الويند فارم إلى القدرة اللي يمكن أن ينتجها النظام أو المشروع. إذا ما اشتغل النظام أو المشروع بالريتد باور أو القدرة التصميمية خلال نفس الفترة. فنلاحظ لما نجي هنا طبعا نتحرك على الخارطة، وهنا المهم لما نتحرك نبدأ نتحرك على الخارطة طبعا
لكن انه تلاحظون اكو سهم على الصغير الابيض، هذا يأشر لي ايش قد عندي كاباسيتي فاكتور ضمن الكلاس 1. بس طبعا يعني للملاحظه احنا فيما يخص العراق، العراق يوصف بانه من البلدان الغير غنيه بالرياح العاليه، فهذا ما يفضل. بس الشرح راح نوضح هنا، لانه مو فقط العراق، راح نشرح للجميع الكاباسيتي فاكتور ضمن هذه المناطق باللون الاحمر. لاحظ انه القيمه مثلا هسه، لاحظ هذا السهم القيمه يأشر عندي 44، لما اجي هنا 46، لما اجي ازوم على المناطق هاي بالاقليم يعني تحتاج تحميل طبعا، ريزوليوشن عالي. لاحظ ايش قد صعد ل46 هذه المناطق في محافظة السليمانية، مناطق الجبلية وصل ل52. طبعا هنا نحتاج نشوف هذا الكاباسيتي فاكتور. لما نجي هاي المناطق باللون الأصفر 34، هذا طبعا كلش واطئة، ما بهم غير غنية بالرياح 12%، غير جيد يعني غير ملائم. نقلل الزوم اوت. وانا هنا اشارة الانترنت لها دور كبير في تحميل الخرائط او تحميل بيانات الخرائط حتى نقدر نقراها بشكل جيد. شوية الانترنت ضعيف. نجي على هذه المناطق، مثلا مناطق البصرة، شوف 46 هذه المناطق. لما نجي على مناطق الكوت 44، لما نجي على مناطق الأنبار 42، ينزل 40. لما نجي على هذه المناطق الغربية بالحدود الغربية 42. لما نجي على هذه المناطق لاحظ هنا 26 غير جيد. هذه المناطق كلها 20 هكذا 36. هذا ضمن الكلاس 1. طبعا هذا ما راح يفيدنا بالنسبة لبلدنا، ما راح يفيدنا. لما نجي على الكلاس 2 نضغط عليه بالزر الأيسر للماوس وننتظر تحميل الخارطة. طبعا الانترنت شوي ضعيف. نعم محمد، لاحظ هسه الكلاس 2 يتراوح 48. ليش؟ لان السرعة الكلاس 1 سرعة عالية مثل ما شفنا بالجدول اللي شرحناه بداية المحاضرة. لاحظ هنا هسه مناطق الكود 50% الكلاس 2، بس ايضا الكلاس 2 غير ملائم للعراق. ليش؟ يفضل الكلاس 3 باعتبار العراق هو ضمن مناطق السرع الواطئة. خلينا نجي على الكلاس 3، مسألية الفحص والتدقيق والاستكشاف. لاحظ هنا، لاحظ هنا عندنا مناطق البصرة 56%، يختلف الأمر عندنا المكان في كلاس 2 كلاس 1 وكلاس 2. لاحظ هذه المناطق جنوب البصرة، مناطق الكوت 56، أيضا البصرة عندنا 56، والأنبار عندنا 52. لاحظ هذه المناطق باللون، هذا بالنسبة للكبد يعني باللون الأحمر الداكن، بمعنى أنه معامل الحمل للتوربينات فيما لو نصبت يكون بقيمة عالية. لما نجي على مناطق الإقليم بالكلاس 3 نقدر التحميل
مناطق السلاسل الجبلية. الشمس احنا في محافظة السليمانية، المؤشر ما يظهر عندي إذا ما تطلع الألوان اللي تعكس معامل الإضاءة، فهنا طبعا يعتمد على قوة إشارة الإنترنت. شوف هنا طبعا في السليمانية لازم احصل على الريزوليوشن العالي حتى يطبع اللون اللي يدل. طبعا المشكلة بالانترنت ما قدرنا نحصل على السليمانية لانه هو يحتاج الى ريزوليوشن عالي ويقول نوت ذا لاير نوت فيزبل مثل ما نشوف. ننتظر شوية انه يصير افضل. لاحظ هنا طبعا لما نجي على مناطق الانبار لاحظ طبعا النت مشكلة جدا. هذا القيم قيم الكلاس ايضا اختفى النت. لاحظ الكاباسيتي فاكتور للتوربينات الكلاس 3 هو المفضل بالنسبة للعراق، وهذا هو طبعا مثبت بكل البحوث والمصادر العلمية مثل ما نشوف. فهذه نقطة مهمة جدا أثناء تحري ودراستنا لمشاريع طاقة الرياح. نجي على الويند لاير، نضغط على الويند لاير هذا السهم طبعا. نلاحظ هنا طبعا أسفلها عندنا البي والاس بي، نضغط عليها فراح أيضا تنفتح النافذة ونشوف الليجند أو مفتاح الخريطة. سرعة الرياح مقاسة بالمتر ثانية، والسرعة تبدي أكبر من 2.5 متر الكت سبيد الويند تيرباين، وحتى 9.575 يعني 79% من المتر بالثانية. هذا هو الرينج للسرعة، الحد الأدنى والحد الأعلى. لما نجي نشوف هذه المناطق، هسه نجي مناطق البصرة طبعا هنا عندنا ايضا الارتفاعات، لازم نجي نحدد الارتفاعات. نشوف عندنا الارتفاعات على ارتفاع الهاب هايد او ارتفاع التاور للتورباين على ارتفاع 10 و50 و100 و150 و200 متر. فاحنا راح نجي اول شيء على الليفل القياسي او الارتفاع القياسي اللي هو 10 متر. راح ننتظر التحميل. لا طبعا احنا اكثر شيء يعني نشتغل ضمن هذا الزون لما نتحرك سرعة الرياح بارامتر جدا مهم. لاحظ هنا على ارتفاع 10 متر عندنا مناطق جنوب البصرة 5 متر بالثانية. سرعة الرياح على ارتفاع 10 متر 5 متر بالثانية نتحرك. لاحظ رأس السهم نتحرك نروح إلى مناطق الكود، مناطق العمارة نيسان نلقاها أيضا قسم 5، نتحرك إلى وسط 5 متر بالثانية، تصعد إلى 5.25 متر بالثانية، مناطق وسط نتحرك إلى محافظة الأنبار 4.75 متر بالثانية، 5 متر بالثانية مناطق الهضبة الغربية، مناطق لاحظ هذه المناطق الواقع كركوك وسرعة رياح واطئة جدا، مناطق السليمانية ونينوى 3.5، دهوك سرعة واطئة. طبعا بس أكون النت طبعا هنا عندنا مناطق السلاسل الجبلية، بس لازم نحصل على زوم عالي.
التحميل لها فعلت أفضل. عندنا هذه السلاسل الجبلية سيكون تلاحظون سرعة التحميل. الآن من الريزوليوشن على ارتفاع 10 متر، هاي المناطق السلاسل الجبلية وصلت عندي سرعة الرياح 9.75. لاحظ هذه طبعا مناطق جدا واعية وعلى ارتفاع 10 متر. هذه المناطق هي المناطق في محافظات الشمالية ضمن السلاسل الجبلية 9. مهمة جدا 10 لروا على المنطقة مناطق الحدودية 8.5. لا طبعا لاحظ المناطق باللون الأحمر الداكن أو الجوزي 9. يعني عندنا مناطق سلاسل جبلية بها سرعة رياح قوية جدا، ولكن يجب أن تدرس من الناحية الطبوغرافية ومدى إمكانية الوصول. طبعا المشكلة مشاكل التحميل يعني جدا مزعجة. تاج هنا طبعا ليش؟ لأنه الماوس أو زر الماوس يتحسس للألوان اللي هي تمثل لي سرعة الرياح. انتظر يحمل. خارطة كلها مثل ما شفنا. هذه المناطق القريبة 74% مناطق صلاح الدين، مناطق قريبة من صلاح الدين، من الأبواب من صلاح الدين. لاحظ هذه المناطق أيضا 74% على ارتفاع 10 متر. زين هسه نريد نشوف فيما لو فرضنا نصبنا توربينا على ارتفاع 50 متر. طبعا هو هذا ممكن السكيل، ممكن قيمة مشاريع رياح ممكن على 50 متر. خلينا نشوف السرعة، راح ننتظر تحميل الخارطة، تحميل الألوان. لاحظ على ارتفاع 50 متر عندنا مناطق البصرة 6.75، عندنا مناطق الكوت 7 متر بالثانية، عندنا مناطق الأنبار 6.5، عندنا هذه المناطق الأقل 6.5. نشوف هذا نزوم. خلينا نقارن مع الجدول ونشوف هذه المناطق تقع ضمن يازون ضمن تصنيف مناطق الرياح. خلينا نشوف تقع ضمن يا تصنيف السرعة اللاحقة. نلاحظ الجدول، عندنا هذا الجدول سرعة الرياح اللي تتراوح من 5.4 إلى 6.2. لما نجي هنا طبعا على الخارطة 6.5، هنا في محاولة تواصل، هي تعتبر ضمن تصنيف سرعة الرياح 6.5، الحد 6.5، فهي ضمن المودريت اريا، مناطق المودريت اريا على ارتفاع 50 متر. واحنا شفنا طبعا ولما نعد على ارتفاع 10 متر، نجي على ارتفاع 10 متر ضمن محاولة تواصل، لأن هذه النقطة جدا مهمة. يعني مشكلة التحميل مشكلة، إنه تتحملون الرصاصات اللي قاعد يشوفونها تصير بالمحاضرة من وراء سرعة النت. لاحظ هنا نرجع على ضمن الستة متر، يجب أن ضمن العشرة متر
5 إلى 5.6، يجي هنا طبعا نلقاها 5 مناطق من 5، 5.25، يعني أكثر من 5، 5.25 ضمن المودريت، ضمن المود تتراوح بين المودريت، بين المارجنال والمودريت، بس هي على الأغلب ضمن المودريت. لما نجي على مناطق في البصرة، مناطق جنوب البصرة طبعا مناطق جنوب البصرة على ارتفاع 10 لاحظ 5، فأيضا هي حسب المناطق طبعا لاحظ أن هذه 4.5، 5، فإذا تقع ضمن المارجنال بين 4.4 إلى 5.1 هي المارجنال، فعندنا الخطوط طبعا يعني أقوى من عندها، نرجع على 50 طبعا على ارتفاع 50. فهذا الجدول يعني هنا يصنف لنا مثل ما قلنا احنا ببداية المحاضرة، العراق معظم المناطق هي بور، والمناطق اللي فيها رياح تتراوح بين المارجنال كلاس إلى المودريت كلاس، وقسم من المناطق الشمالية السلاسل الجبلية تقع ضمن هذا الزون ضمن الجود والاكسلنت. وهاي شفنا سرعة الرياح اللي هي عبرت حتى وصلت عندنا في مناطق 9 اللي هي يعني ضمن تصنيفات الاكسلنت، والاكسلنت بي 3 أصناف حسب سرعة الرياح وحسب الباور الويند باور دنسيتي مثل ما نشوف بالجدول. فهذه على العموم تصنيف العراق ضمن موارد الرياح الأغلب بور، والحد القسم منه مارجنال، مناطق اللي بيها رياح تتراوح بين المارجنال والمودريت، وقسم من المناطق الموجودة في سلاسل جبلية في أقليم كردستان ترتفع من الجود إلى حتى الأكسلنت. فاحنا علينا الشيء الاغلب نرجع طبعا هنا، خلينا نشوف ضمن ال 100 متر لاحظ طبعا هاي كلش مهمه. لو نفرض انه نصبت عندنا توربينات او مشاريع طاقه الرياح ضمن ال 100 متر، لاحظ ننتظر تحميل الخارطه، نشوف عندنا ضمن ال 100 متر انه مناطق البصره عندي سرعة رياح تصير 8 متر، وقسم من مناطق الكود أيضا 8 متر، لاحظ تغير 7.75%، 8، 8، يجي على محافظة الأنبار 7.5، 7.5، 8، 8. فإذا هذه المناطق يراد لها استكشاف على مستوى مناطق صغيرة، بس راح نشوف بعد شوية شلون راح نختار مناطق أصغر. فإحنا هسه جاي نستطلع كل مناطق العراق، نجي خلينا نشوف إذا نقدر نشوف السلاسل الجبلية وقوة النت. تمام، 8، شوف 9.75، لاحظ سرعة الرياح طبعا، لاحظ هذه هي الفئات وسرعة الرياح طبعا، أيضا 150 و200، بس نفس المبدأ ونفس الفكرة. احنا بالنسبة للعراق ما راح نصل هيك ارتفاعات، احنا اذا وصلنا بين 50 و30 فهذا زايد خير. لاحظ هسه عندي هنا
شوف هذه السلاسل الجبلية في مناطق السليمانية، محافظة السليمانية. نعم. الآن ننتقل إلى موضوع الwind power density. الwind power density والwind power density بين ما تحمل الخارطة هو legend مالها. طاقة الرياح تقاس بالواط على المتر المربع، بالواط على المتر المربع استنادا إلى السويبت أريا أو مساحة الدائرة اللي ترسمها ريش التوربين توربينات بالنسبة للأكسيال والتوربين هوريزونتال أكسيال والتوربين السويبت أريا هنا طبعا، وهي طبعا الأغلب يعني هنا طبعا ماخذ على هذا الطراز أو هذا الصنف من التوربينات من التحاليل. فنلاحظ هنا شوف هذه المناطق، لاحظ عندي هنا ألف واط على المتر المربع، المناطق محافظة واسط. فلما نروح لاحظ عندي ألف، ألف ومية، ألف، ألف. فلما نجي على الجدول على ارتفاع، على ارتفاع طبعا هنا خلينا ناخذ الخمسين حتى نروح يتناغم مع الجدول ونقارنه. لما يحمل خلينا نروح على الجدول. هذا هو الجدول. لما عندي ألف على ارتفاع خمسين، لاحظ على ارتفاع خمسين كان على ارتفاع مية وخمسين، على ارتفاع خمسين متر مناطق محافظة وسط أربعمية، أعلى شيء توصل عندي أربعمية. لما نجي على أربعمية بالجدول نشوف الأربعمية نقارنها نشوفها بالمودريت نصغر الجدول من 300 لحد 400 هي المودريت. فإذا هنا مثل ما قلنا سابقا محافظة واسط و اللي تعتبر من المناطق الواعدة بالعراق بالرياح هي تقع ضمن التصنيف المودريت ريجون. وهذا طبعا هاي الخرائط دقيقة جدا ما تقبل أي شك، ما خاص ما بها أي شك، لأنه مثل ما قلنا هذه الخرائط الويند جلوبال ويند أطلس هو معد وفق أدق المعلومات ووفق منهجيات و عمليات محاكاة دقيقة جدا. خلينا ننتظر شوف باقي المناطق. لاحظ عندي هنا مناطق الأنبار 325، لاحظ عندي هنا يعني ضمن المارجنال أو المناطق التصنيف الثاني، مناطق أيضا عندي هنا بالمثنى 300 أيضا مارجنا 300. فإذا عندنا مناطق جنوب البصرة ومناطق ميسان 375 ومناطق الكوت قسم منها وقسم أغلب المناطق قسم المناطق الكويت توصل للأربعمية. وهذه المنطقة اللي نشوف في محافظة الأنبار أيضا توصل للأربعمية، مناطق محددة محافظة الأنبار لاحظ أربعمية أربعمية. طبعا هنا احنا اللاير مع الخارطة مثل ما نشوف نخليها الرود ماب بالستلايت، بس راح ناخذ مناطق محددة بعد ما ك
كم للشكل العام، وندرس منطقة نموذجية ونقرأ كل التفاصيل بشكل أدق، وراح نأخذ منطقة مختارة أصغر. هذا بالنسبة للويب باور دينسيتي على ارتفاع 10 و50 و100. لما ننتقل للمية، لو فرضنا احنا نريد نصب مشروع طاقة رياح وتوربينات ضمن ارتفاع 100 متر، لاحظ هنا عندي 450 500 كود 600 550، هذه مناطق الأنوار 500، وأكيد المناطق الشمالية راح تكون أكثر بكثير. نجي على الجزء الآخر، هو التيرين سيرفس لاير، اللي هو يشمل الرفنس لين، طول معامل الخشونة، وهذا من ضمن البارامترات المهمة جدا في الحسابات الرياضية لإيجاد والتحري طاقة الرياح في المناطق، واللي يعكس لطبيعة الأرض والتضاريس الأرضية لسطح الأرض. شوف القيمة مالته أكبر من 0 لحد 1.5، وهذه فيها جداول. لاحظ هذا من القضايا المهمة جدا. لاحظ هذه المناطق مناطق مبسطة ما فيها تضاريس، لاحظ 0.5 بالألف، لاحظ هذه المناطق اللي بيها تضاريس 5%، طبعا 3% مناطق القصب والبردي والحشائش، هذه المناطق الجبلية 3%، لاحظ هذا طبعا الوحدات مالته متر رفنس. نجي على الأوروغرافي، طبيعة تضاريسية لسطح الأرض، واللي هي تبدي طبعا هنا طبعا الأوروغرافي من 0 ل 2600 متر، تعكس لنا مدى الارتفاعات. لاحظ هنا طبعا الطبيعة التضاريسية للأرض، مثل ما نعرف أنه الجبال والوديان والتلال والمناطق المنخفضة تؤثر وتؤدي إلى حدوث تغيرات في سرعة الرياح، ومثل ما نشوف حسب الألوان، طبعا ما المؤشر مال الماوس ما يطلع عندي، بس من نجي حسب الألوان هذه تمثل لي الارتفاعات، يعني من نجي نقارنها تقريبا تقع ضمن هذا الرينج اللي على ارتفاع أقل من 100، يعني ضمن هذا المناطق أقل من 100 متر، يعني يشوفون مناطق قليلة الارتفاع. بس مع الأسف أنا ما مدى يطلع عندي هنا، طبعا هذه يعني غالبية المناطق في مناطق الوسط والجنوب ما عندنا بها إشكالات بالألوان. طبعا شوف عندنا بالمناطق الشمالية، خلي شوية حمل الخارطة ونشوف السبب ليش ما يطلع عند المؤشر. نشوف الطبيعة التضاريسية للأرض، يعني خاصة عندنا في المناطق الجبلية، إنه سرع الرياح هذا التغير يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار عند نصب التوربينات على مستوى توربينات مفردة أو على مستوى مشاريع. وهذا طبعا في تفاصيل كثيرة ما للدخول فيها، بس هنا طبعا مجرد انه السهم ما ظهر عندي، رأس السهم أشار لي على القياس الدقيق، المهم يعني هذا الشيء بصراحة ما عندي تفاصيل عليه. خلينا نشوف طبعا عندي بعد هنا الفاليديشن كانتريز، هذا طبعا فيها تفصيل راح نشوفه بالمحاضرة اللي راح تجي،
وأيضا الويند ميجرمنت ستيشن يظهر لي المحطات القياس العالمية. وطبعا هنا بالعراق ما عندنا محطات قياس عالمية، طبعا النت جدا ضعيف، تشوفون التحميل بطيء جدا، يعني أنا في أوقات أخرى رأسا تطلع عندي محطات القياس، خليني أنتظر شوية أتحسن النت. نشوف هذا الفاليديشن كرنت، شوية النت تحسن. هذا الولدان اللي تم التحقق أخذ قياسات من المحطات الأرضية حدود خمس بلدان أو خمس مواقع في بلدان مختلفة، وتم التحقق من نتائج محطات البرنامج ونتائج من محطات القياس الأرضية، وهذا مذكورة في شرح البرنامج ممكن أنها تطلعون عليها. خلينا نشوف المحطات القياس الويند ميجرمنت ستيشن، طبعا هذه واحدة من عندهم ايضا لا زال النت ضعيف، حدود 7 أو 8 محطات. هذا واحدة من عندهم طبعا اللي اخذوا منها قياسات لنتائج وبيانات البرنامج، هذا بعد الان شفنا هاي النافذة الرئيسية للبرنامج. نلاحظ هنا طبعا النافذة على الجهة اليمين اللي هي تتكون من المشهد هذا الليجن، وهذا السلايد ما نقدر نخفيه ونقدر نرجع حسب البيانات اللي نريد نتعامل بها. طبعا هنا طبقات اللايرز اللي هنا الرود ماب والستلايت، يعني نقدر نغير الخارطة مع الليبلز، تظهر ان الليبلات يا اما الرود ماب مع الليبل او السترايت مع الليبل. لاحظ هذه ايضا هنا طبعا تختار الموقع مالتك، انه تحدد الموقع مالتك، وهنا يقول لك البديت ستارت اكسبلورينج مود اريز باي كليك اون ذا ماب، يعني ما تختار نقطة على الخارطة مباشرة هو يبدي يحسب لك. وهذا هسه راح نجي نشوفها لما نختار او اي نقطة سواء في العراق او اي مكان، هنا راح يبدي يحسب لك كل التفاصيل، هذا راح نجي عليها طبعا. او تقدر تختار هنا طبعا ترسم درو ريكتانجلر اون ذا ماب. هسه خلينا نرجع للعراق، لا طبعا مستعجل، راح نرجع نختار البلد العراق. إذا ما اخترنا أي نقطة خلينا نقول هنا طبعا راح place a point on the map، راح نجي نختار هنا مثلا منطقة في محافظة الأنبار. تمام، هو already راح يصير عندي الزوم. هنا طبعا راح نجي نستطلع كل اللي شفناه لنقطة، بعدين راح ناخذ لمربع وراح نجي هنا نشوف الكلاس 3 طبعا هنا من ما ننتظر ايضا يحمل. تمام، تشوفون يعني سرعة وقوة الإشارة الإنترنت جدا مزعجة. طبعا هنا طبعا يطلع لك الإحداثيات الموقع، زاوية خط العرض وزاوية خط الطول، اللي هي زاوية خط العرض 33 لاتيتيود واللونجيتيود، الموقع اللي أنت وين تتحرك. طبعا تحرك الماوس هنا نجي على النقطة هاي، شوف الكاباسيتي فاكتور هو 52. زين نجي هنا على اللاير، هنا طبعا الويند سبيد حتى يطلع عندنا الليجند، احنا ليش نغير
هنا طبعا ننتظر أيضا يحمل. طبعا هنا وعلى ارتفاع 10 متر، هذا كمثال على أي نقطة، وأي نقطة تأخذها في أي مكان هو نفس البروسيدر. نجي هنا نأشر على ارتفاع 10 متر، أنا عندي 5 متر بالثانية، 5 متر بالثانية. نجي نأشر هنا، طبعا شوفون هذا اللودينج ويندوتا رأسا بيحسب، بس راح نجي نشرحها نلقاها أقل. نجي منطقة خضراء شوي قريبة على الأصفر، خلينا نجي هاي المنطقة 5.25، 5.25، 5.25 متر بالثانية الويند سبيد. خلينا نجي نشوف لنفس النقطة الويند باور دنسيتي. طبعا هاي النقطة وين ما تختارها راح تطلع لك البيانات، سواء في منطقة أي منطقة تتحقق من عندها وراح يطلع لك نفس النتائج، سواء كانت النتائج والدتها إيجابية أو سلبية. لاحظ هنا عندي 200، طبعا هنا 275 واط على المتر المربع. تمام، عندنا ذني القضايا المهمة. خلي نشوف هنا طبعا الرفنس ليه قد. طبعا هنا لاحظ انه رفنس ليه 5 بالألف. تمام، طبيعة الأرض الأوروغرافي مناطق صحراوية هذه، ونشوف التحميل المشكلة، ونشوف ملاحظة من الزوم أكثر طلع لك رسالة The selected layer is not visible at this zoom level، يعني أنت يعني محدد ضمن زوم إلى أن تختفي هاي رسالة المسج الإيرور مسج. طيب هنا خلينا نرجع للنقطة، هذه النقطة هنا اللي حددناها عندي على الجهة أقصى اليمين، هذه النافذة تعطيني البيانات. طبعا المنطقة يعني عندي هنا customized area، هنا طبعا countries and region، هسه راح countries and region هنا طلع شفنا القطر بس ما شفنا مناطق محددة. هسه بالمناطق المحددة خلينا ناخذ حالة حالة، أخذنا نقطة، بالنقطة ايش قرينا هنا؟ طبعا هنا طبعا عندي انطاني خط الطول وخط العرض مالتها، السنتر لاتيتيود 33.8 واللونجيتيود حدد الاحداثيات، هذا الادريس. طبعا النيم، انا هذه النقطة اقدر اسميها، شلون اقدر اسميها؟ اقدر اسميها من خلال اروح هنا طبعا اسمي الاسم اللي اسوي لها حفظ واكتب اسمها مثلا محطة محافظة الأنبار. نعطيها سيف. اذا هذه محطة محافظة الأنبار حفظتها أني وظهرت عندي هنا طبعا على الخارطة. نجي نقرأ لهاي النقطة، عندي data for 10th percentage windiest area، هذا راح نجي نفهمها على المخطط. ايش دي ينطي من النقطة؟ انه الـ power density مالتها، power density هنا طبعا ايش قال دي ينطيني اياها 260، بس على شقد ارتفاع. احنا هنا طبعا لازم نعرف ضمن يا ارتفاع قاعد نشتغل، اللي هي هنا طبعا على ارتفاع. خلينا نرجع على الويند باور على ارتفاع 10 متر،
ضروري أنه نحدد ليش أنها تختلف من ارتفاع إلى ارتفاع. على ارتفاع 10 متر هاي النقطة جد عندي 260 واط على المتر المربع، والسرعة 5.4 متر بير سكوند بير سكوند. وهنا طبعا تطلع عندي الهايت أقدر أغيره. هنا طبعا خلي نكمل هذه، على ارتفاع 10 متر عندي الباور دينسيتي، الويند باور دينسيتي 260 واط على المتر المربع، وسرعة الرياح 5.4 متر بير سكند. زين، لما نجي هنا المين ويند باور دينسيتي، الويند روز وردة الرياح طبعا المعروف هنا الاتجاه السائد للرياح هو اتجاه رياح شمالية غربية. لاحظ وهذا السيكترات مال تقسيم الدائرة، وهذا هو الاتجاه السائد بين، هو طبعا هنا يعطيني الدرجات. لاحظ هذا الاتجاه 26% و94% ضمن هذا ضمن زاوية 300 درجة، وهذا 24.3% ضمن زاوية، طبعا هنا أيضا زاوية 330 درجة. وهذه مهمة جدا، يعني لما نريد نصب توربينات الرياح يجب أن تكون المساحة السطحية للسويبت أريا متعامدة، يعني بمعنى أن الرياح تحب من هذا الاتجاه، اتجاه التوربينات يكون متعامد، يعني مساحة سطحية متعامدة مع اتجاه الرياح. نجي هنا على طبعا هذا مش منطينا بها ثلاث حالات، واحد من ثلاثة، نروح نيكس معلش عندي يعطيني هذا الاحتمال الآخر ايش قد زاوية هنا أيضا 300، والنسبة مالتها ايش قد نقراها 34%. نروح على الحالة الأخيرة، فإذا نشوف هنا أيضا عندي تغاير في اتجاه الرياح ومن الزاوية، بس هي هنا يثبت لي أنه على الأغلب يعني الأكثرية باتجاه زاوية 300 درجة في الاتجاه الشمالي الغربي، اللي هو يتم نصب محطة توربينات أو توربين واحد لما نختار هاي النقطة. هذا الكلام ينطبق على باقي النقاط. نجي هنا على الدايجرام للمين ويند سبيد، لاحظ أنه التغاير في المين ويند سبيد متر الثانية، لاحظ أنه من تتغير من 5.6 اللي هي حدود، شوف لاحظ هنا شلون تتغير القيمة والنسب مالتها 10% من 10% لاحظ 8% 20% من السرعة، هاي السرعة اللي هنا مثلا 20% من السرعة، وتقع تكون أكبر من بين 5 و6 و5 و26%، وهكذا 40%. لاحظ إلى أن تصل إلى أدنى سرعة، يعني أقل سرعة هي 4.7 نايم. هكذا هذا هو الديستريبيوشن مال الويند سبيد ضمن هاي النقطة اللي احنا اختارناها. نجي هنا عندنا هنا البلوت اللي هو تابر بلوت، لاحظ هنا الويند سبيد فيرابيليتي، يعني مقدار التغاير في السرعة السنوية للرياح في هذه المنطقة. الويند سبيد اندكس مقدار التغاير او مؤشر التغاير هو هنا الاندكس الواحد، شقد اكثر من الواحد يصير تغاير حدود معدل التغاير، لاحظ هنا كنسبة 20%، وهنا أيضا هنا هذا الحد الوسطي، هنا طبعا الحد الوسطي هو
98%، يعني أكثر من 21% وأقل من 21%، وهنا أقل من 41%، العفو هنا 4%، هنا 4%، هنا 2%، لا تغير 2%، 4%، يعني عندي مقدار stability. الستابلتي هنا تكون مقبولة بالنسبة للتغير، لأن يعني كل ما زاد نسبة التغير في السرعة كل ما يسوي لي distortion وتشوهات في الريش. ناخذ نشوف الثاني، هذا التغير الشهري شقد مقدار التغير، يعني أنا عندي أعلى من الواحد تصل، شوف أعلى نقطة شهريا يعني شقد وصلت عندي 1.37، أكثر من 37%، وأوطأ تغاير هو 79%، هذا خلال الشهر، ذاك الأول كان خلال السنة. خلينا نشوف خلال اليوم أو خلال الساعة، يعني أثناء اليوم مقدار التغاير بالسرعة، يعني أكثر من الأندكس الواحد المؤشر الواحد يوصل عندي 20%، يعني 20% وزيادة 20% ونقصان 20%، وهذا ما نقدر خلال 24 ساعة. وهذا طبعا الشيء هو حتم علينا، لأنه ما نقدر نتحكم إحنا موضوع سرعة الرياح، فإذا هذا ينطيني الإنديكيشن لمقدار التغير في السرعة. نا طبعا عندي الإنرجي يلد كالكوليتر، هنا طبعا يحدد لي البرنامج هو الديفولت فاليوز، يحدد لي نوع التورباين. هذا هنا طبعا نقدر نحمل، يعني مستخدم تورباين نوع جنري 3.45 ميجا وات، الكلاس مالته الانترناشونال الكترو تكنيكال كوميشن كلاس 3، والريت باور يعني هنا ممكن انه ننصب توربين ضمن هذا. وهذا طبعا حاليا يعني نصب هيج توربين هالساعات، هذا يعني خلينا نصب الساعات الصغيره بعدين نجي على التوربينات، بقى على اتحاد الهب هايت مالته 100 متر، والباور كنترول سيستم البيتش يعني تغيير زاويه الميل لريش التوربين بيتش، وهنا الديزاين انيمال افريج ويند سبيد مخصص على 7.5 ريت باور مالته، والكير باور كير بالت فور اير دنسيتي طبعا ياخذ مقدار سرعه الرياح 1.225، يعني الدنسيتي هنا طبعا يقول لي جنريت بلوت. ايضا نلاحظ هنا الباور كير الوند توربين اللي هم من الشركه، سرعه الرياح والريت باور، لاحظ هذا طبعا تلقاه في كتالوج اي توربين. هنا يقول لي جنريت بلوت، هذا هو الباور كير بالتورباين اللي اخذه البرنامج. طبعا هنا يقول لي نيكست، ابروكسيميت كالكوليشن الفترة اللي استغرقت حدود 3 ثواني، يقول لي انكلود التورباين فورميشن، يقول لي كالكوليت. طبعا هنا انا البروسيسنج بعد البرنامج ده يحسب، لما نسوي تحميل او ريفيو هسه من يكمل الملف بدا يطلع عندي، يحتاج الى انترنت قوي حتى يعرض لي النتائج. انا حاولت اكثر ما اقدر احصل على النتائج صراحه، بس خلينا ننتظر ونشوف. شوف البروسيسنج 2، يعني هنا يقول لك فيو بروجرس، لاحظ هنا approximate duration، انتظر التحميل. فهنا طبعا يحتاج الى يعني نت جدا قوي، فهذا راح حاليا نتوقف اللي هنا بالنسبة للإنتاجية مال التوربين. نجي هنا طبعا النتائج تقدر داونلود as GIS file، تضغط عليها طبعا. ايضا هنا ينطيك يطلع لك نافذة المين باور دنسيتي، هنا طبعا يقول لك continue
ومن الطيف هنا تقدر تختار اثنيناتهم وتختار واحد، راح نخليهم اثنيناتهم. يفترض هنا يفتح لك في نافذة جديدة، لاحظ هنا loading الأوبجكت. الأوبجكت طبعا أنا أيضا ما حصلت على النتائج بهاي المرحلة، فما راح أطول بها، أنتم تحاولون تشوفون إذا عندكم إن شاء الله إنترنت. خلينا نشوف غير شيء. طبعا هنا تقدر تطبع داونلود أز بي دي إف تقرير كله هنا. طبعا هنا طبعا من تقول له داونلود أز بي دي إف راح تطلع لك نافذة هنا تقدر تحمله. لاحظ هنا تطلع لك نافذة وتحمله أز بي دي إف. راح شوف هسه يبدي يحمل، راح تطلع لك نافذة النتائج كلها على شكل بي دي اف او ريبورت. هسه من يكمل راح اشوف لكم اياه. تقدر تخزن هذا الملف في الناتج. الان شوف هذا طلع عندي، راح اقول له سيف، خليه تمام. شوفون هذا بدا يحمل. اقدر افتح الملف، تمام. واقدر منه اسوي له زوم ان واتحقق به. طبعا يعني ما طلع عندي الشيء اللي راح انا طبعا منطيك بالمين باور دنسيتي اللي جدي مالته. وهذه المنطقة أنا اختارت إلى نقطة، بس من أختار إلى منطقة راح نشوف، راح نرجع على البرنامج. هذا راح نلغيه. طبعا هنا هسه راح نجي ناخذ هاي التفاصيل الأخرى. راح نروح على حالة الكستمايز، يعني نحدد منطقة أكثر مساحة ونختار ارتفاعات اخرى. هسه راح نشوف، خلي نروح على regions. شوفون مشاكل الانترنت. هنا من اريد شلون ندرو ريكتانجلر اون ذا ماب. اجي ارسم هنا طبعا، خلي يحمل. شلون راح ترسمون؟ تضغط على هذا، خليك من التحميل حتى يطلع عندي اللون. وايضا انا لازلت عند الارتفاع 10. اذا تعلمت عليه ارتفاع بوقتها هو نفس الشيء، ما راح يختلف عندك شيء. والمهم الاساسي انه نعرف على ارتفاع 10 متر ايش قد عندي حتى اخذ ارتفاعات على يكون عندي تصور. بس خلينا ناخذ مثلا نختار منطقة ضمن محافظة واسط، شوي راح نزوم تمام. نجي هنا تضغط كليك على هذا وتجي بالماوس تختار المكان اللي انت تريده، تضغط وتسحب، تضغط على الزر الايسر الماوس وتسحب. طبعا صارت لاحظ هسه لما نضغط حتى نتجنب الخطأ، لما اضغط وارفع ايدي يحدد لي منطقة. ها مثلا هسه هاي ما اريد امسحها، اقول له ديليت، اقول له ديليت يس. ارجع هنا لاحظ تضغط وتسحب، يعني دراج، عملية سحب. فاني اتحكم بها. شوف هنا دا يحدد لي طول الاضلاع مالتها والمساحة. مثلا هسه أنا عندي مساحة 348 كيلومتر، مثلا أريد أكثر أو أريد أقل، أنا أبقى ضاغط على الزر الأيسر للماوس وأكبر وأصغر براحتي. هسه مثلا أنا أختار، أو مثلا ما عجبت هاي المنطقة ما أريدها، أقدر أحدد أكثر من منطقة. لاحظ هسه أكو رسالة طلعت، شكل لي سيرفيس أريا شود بي لارجر ذان 9 سكوير كيلومتر. يعني
يعني المساحة يجب أن تكون لا يقل عن 9 كيلومتر، لأنه ما راح يحسب لك. لاحظ هسه افتراضية، هاي المنطقة اختاريتها ما أريد هسه، أنا أريد غير المنطقة مثلا، أريد أخذ من هاي المنطقة تمام. نفترض هذه المنطقة، أنا أجي هنا طبعا البرنامج بشكل أوتوماتيكي هو إيش راح يحسب لي. نجي هنا طبعا أريا بلوت، إيش حدد لي؟ إيش أنطاني؟ أنطاني المساحة مالتها، أقدر أسميها طبعا من أروح على هنا سيف أرياز اللي أنا حفظته سابقا، أجي هنا على الحفظ. أول شيء من أروح على علامة السيف أو الحفظ أسميها مثلا، أسميها محطة محافظة واصل، وأقول له خزن أو سيف. بعد السنة المساحة مالتها 753 كيلومتر، انطاني الاحداثيات الجغرافيه مالتها اللاتيتيود واللونجيتيود. انا طبعا انطاني الويند باور دنسيتي على ارتفاع 10 متر، احنا شو هذا ال 10 متر قد 216 واط على المتر المربع. سرعه الرياح 5.21 متر بير سكند. الارتفاع انا هو حددناه احنا مسبقا، وايضا عندك هنا. نجي على هذا البلوت مال الويند باور دنسيتي، لاحظ تقريبا متماثل، ما عدا عندنا شويه هنا مين باور دنسيتي فور 10th ونديست اريا عند سيلكتد ريجن، نعطينا اياها وقريناها ليحدد لي هذا المعدل العام وهذا مقدار التغير. زين ايش عندي انا بعد؟ عندي الويند روز. ايش يقول لي هنا ملاحظه؟ يقول لي This type of data is only available for area of less than 250 كيلومتر. أنا شو قدر عندي؟ فإذا أنا ما أقدر أظهر، إذا هنا الويندروز ما أقدر، لازم عندي المساحة تكون، هاي ملاحظة مهمة جدا، إنه تكون عندي أقل من 250 حتى أقدر أقر كل النتائج. فإذا أنا هذه فرضا أروح أغير أما أصغرها أو أسوي لها حدث، فإذا شلون؟ حتى احذفها اروح هنا اسوي لها ديليت يور كستمايز، اسوي لها ديليت اقول لها يس، وراح اختار منطقه اروح طبعا هنا كستمايز اريا. هنا طبعا عندنا منطقه بدران، زين 250 اقل من 250، يعني ما راح اصعد، خلى هذا مثلا 237 اللي هي اقل. تمام هسه اذا بدا يحسب لي النتائج هنا المساحه حسب لي هذا نفس الشيء اللي شرحناه، ونفس الشيء هنا عندي 218 سرعه الرياح 5.2 متر بير سكند والارتفاع 10، وهذا هو البلوت مال المين وند باور دنسيتي. خلينا نشوف الوندروز طبعا هنا طلع لي، ليش؟ انه حسب الشرط مالته الاتجاه الغربي، الوند فريكونسي روز تكرارات، وهذا هو الاتجاه الغربي، والزاويه مال الدايركشن مالته السكتر مالته 330، والراديوس 34 متر. نيكست الثاني، هذا الاحتمال الثاني ايضا 330، راديوس مالته 37 متر. والاخير لاحظ هنا تتغير عندي، ليش؟ انه السرعة اتجاهات الرياح احيانا شمالية غربية، هاي جنوبية شرقية، يعني هذا الشرق وهذا الجنوب. فأعطتني تصور عن الاحتمال السائد، وهذا طبعا الاحتمال السائد هو يعطيني المين ويند سبيد مقدار التغير في السرعة، لاحظ من 5.25 إلى أدنى حد اللي هو صار
5.11 متر بالثانية. هذه عملية الاختيار لمنطقة محددة أو customized area. Countries and region. Countries أخذناها بقى region شو راح نجي نختار بعد شو. بالنسبة للبلوت area هذا شفناه وهذا. لا طبعا الداونلودز ما راح ناخذه بالمحاضره اللي بعدها حتى نقدر نغطي حتى نصير محاضره طويله. راح نجي نختار منطقه اخرى ضمن مناطق محدده من بدون رسم. بس قبل ما ننتقل راح نجي خلينا نحذف هذا الاس ديليت وايضا نجي على الخيار درو بوليجون. شلون اجي هذا من خلال نقاط محدده ونفس الطريقه سأنا على سبيل المثال حددت هاي المنطقه البوليغون حددتها واريد اقول له يحسب لي. طبعا هاي حددناها البوليغون اللي حددناه نفس الطريقة أيضا حسب لي المين باور دينسيتي حسب لي 214 وسرعة الرياح معدل مالتها وأيضا يحسب لي الويندروز. طبعا هنا هذا أيضا اتجاه شمالي غربي والمين ويند باور دينسيتي أيضا دي يحسب لي على ارتفاع 10 متر. طبعا إذا حتى إذا غيرنا الارتفاعات هو نفس الطريقة أو نفس الطريقة. هنا طبعا ايضا مثل ما قلنا شلون نسمي المنطقة هو راح اسوي له سيف اسويها مثلا محطة او نسميها ويند باور اوف كوز ويند محطة محاولة وسط رقم 1 سوي لها سيف انطانا الاسم مالتها وهاي معلوماتها وتفاصيلها. الانرجي يلد كالكوليتر مثل ما شرحناه باللمن على النقطة نفس المبدأ. هنا طبعا هاي معلومات التفاصيل الفنية للتورباين هون الباور كير والجنريت محدد لنوع التورباين. طبعا هنا شيء يقول لي upload turbine data from ديسك تو ويب بيج. يعني اذا كان عندي التكنيكال سبيسيفيكيشن للويند تربين اقدر وانا مخزنها على حاسبتي اخزنها انقلها ارفعها من الحاسبه لهذا الموقع وعلى ضوءها راح يحسب. وهذه راح تكون محاولات ان شاء الله غير محاضرات اخرى. او اقدر انزل الويند تربين داتا هذا وراح ينطيني اياها وانتم راح يقول له سيف وانت راح تلاحظ تخزنها. شوف هذا طبعا بس هذا الملف ما راح تقدر تقراه. ليش؟ لان نوع الملفات مالته الملفات يا اما ماخذها بها امتدادات بحيث انها ما تقدر تقراها الا بعد ما تحملها على برامج اخرى مثل برنامج الواسب يلا تقدر تقراها. يعني مو تقراها بشكل دوكيمنت احتياجي. احنا هنا طبعا قرأناها كمواصفات هنا يعني هي واضحة بالبرنامج. تقدر تمسح هذه الريس كرنت وين تربين اون ذا ويب بيج او تقول له سيف از يوز سيف داتا على حسبتك. لاحظ هنا save power care class وأقول له هنا خزن لي اياها اللي هو مثل ما شفنا قبل شوية شلون نزلناه. أنا طبعا راح ألغيه. هنا أقول له next أقول له calculate أوجد لي الطاقة اللي هي الانرجي وش قد راح ياخذ وقت. طبعا هنا ايضا هنا راح اشوف هنا view progress راح اشوف
راح تاخذ من عندك وقت، وانا بصراحه ما طلعت عندي هذه النتائج حتى اعرف ايش قد ينطيني. Something went wrong. طبعا حتى ينطيني ايش قد ينطيني كيلوات اور بير اير ما تطلع عندي هنا. هذه نحاول ان شاء الله في المحاضرات الاخرى. راح نجي هنا لما نختار ريجن او نختار محافظه. هسه راح نشوف شلون راح نطلع من هذه، نرجع على الكونتريز، راح هنا نختار ريجن. على سبيل المثال انا راح اختار محافظه الانبار، شوف حدد لي المنطقه، حدد لي اياها محافظه الانبار، حدد لي اياها. لاحظ هسه نجي ناخذ هنا، نجي هنا خلي منطقة محددة، راح نجي على الويند سبيد على ارتفاع 10 متر. شوف هنا طبعا سرعان ما يطلع عندي يعني مشاكل الانترنت. هذا طبعا من نجي هنا نشوف سرعة الرياح في المناطق هذه، سرعة الرياح 5 متر على الثانية على ارتفاع 10 متر. خلينا نجي ناخذ على 50 متر، ارتفاع 50 متر، ننتظر التحميل. طبعا مثل ما تشوفون مشاكل تحميل، سرعة التحميل تتبع النت. احنا هسه على ارتفاع 100 متر في مناطق محافظة الأنبار، عندي السرعة 7.75. تتغير 8 متر، الثانية 8 متر. لاحظ هسه خلينا ننتقل للباور دنسيتي. طبعا هنا شنو يقول لي؟ سيستم ايرور بليز تراي اجين ليتر، ليش؟ مشاكل النت. ثم تشوفون هذا البرنامج دي يخبرني ليش، لان المساحة كبيرة ويحتاج الى مساحة كبيرة، بيانات كثيرة جدا ما راح تطلع عندي. خلينا ناخذ على ارتفاع 10 متر، بس ما راح تظهر عندي طبعا. لودينج ويند سبيد، خلينا نشوف نتيجة التحميل ايش راح تطلع عندي. مين باور دنسيتي اوكي، تيريان سيرفا رفنس لين، انتظر التحميل. هذا هو المحافظة المحددة، محافظة الأنبار. نشوف هنا طبعا رفنس لين أيضا بسبب رداءة النت لم يعد يعني يأشر بشكل صحيح. لاحظ التحميل بطيء جدا. على أي حال الـ Wind Power Density يعني Error، ضعف Wind Energy Class 3. نشوف الكفاءة، خلي يحمل أو معامل الحمل، قيمة معامل الحمل تتراوح من 50 إلى 52. لاحظ زين هسه أنا إذا الباور دنسيتي ما تظهر عندي، المين وند سبيد تطلع عندي طبعا تتحمل. هسه أريد أشوف شلون أنا أقدر أنزل خارطة لمنطقة محددة مثلا محافظة الأنبار. هسه راح نشوف شلون أقدر أنزلها، بس خلينا نتحمل البيانات مالتها وحتى شلون. تمام هسه أنا طبعا هنا عندي شيء يقول لي داونلود از جي اي اس فايل، وانا نسوي لها طبع برنت. هنا طبعا هذا من السايد بار كستمايز،
تسويها بالواقع. راح نشوف شلون واحد يقدر يتحكم بالكستمايز هاي. طبعا على خيار البرنت ماب تظهر عندي اسفل المنطقة مثلا الان عندي احد الخيارات انكلود بفر اريا يعني منطقة محيطية. منطقة محيطية عندي لاحظ هنا يعني ضمن المنطقة المحيط لمحافظة الانبار على سبيل المثال ايش قد انا طبعا 0 كيلومتر لما ابدا ازيد لاحظ راح يصير عندي حد يعني مثل محافظة الانبار ومنطقة على لاحظ بس خلي اتحمل يعني مشكلة النت مشكلة مو طبيعية اليوم. راح يبدي يحدد لي منطقة على محيط محافظة الأنبار مع محافظة الأنبار مقدار 12 كيلومتر أو 20 كيلومتر إلى حد إيش قد أنا أريد لحد 200 متر. هذا ليش؟ حتى نقدر ندرس المنطقة المحددة وتأثيرات المناطق القريبة عليه أو أقدر أخليها صفر وأقول له صفر وأقول له يوز الستاندر. راح بس شوية ظهرت بس للتوضيح هذا. شوف المنطقة هسه هذا الحدود شوف هسه تكبر 7 كيلومتر. شوف هسه هذا المنطقة اللي صارت ملونة خارج الحدود شوف هسه زادت هذا هسه مثلا شوف زادت 52 كيلومتر على محيط الحدود. هذا راح اخليها صفر واقول له ستاندر يوز ستاندر ستاندر يعني منطقة فقط هي المنطقة أو مطينا خيار سكيل تو مينيمم أو ماكسيمم. هذا الخيار سكيل تو مينيمم إلى فور ماكسيمم فاليوز أو أريا أو إنترست. شو مطيني؟ أتطلع لي بهذا الشكل وأقدر أنزله على شكل بي دي إف او يمنطيني custom scale يعني يحدد لي وش محدد لي الرينج على سبيل المثال مال السرعة من 2.5 لحد مثلا اقول له اظهر المناطق اللي هي من 5 لاحظ شلون البروسيسنج تغير الالوان مالتها. هذا اللي جد مال مثلا اقول له حدد المناطق من طبعا هنا ناخذ الارتفاع على ارتفاع 10 مثلا هو الاساسي خليه يكمل البروسيسنج معالجة البيانات حتى اقول له حدد المناطق اللي اظهر اياها بالخارطة من 4 متر لحد 9.75%. ننتقل للبروسيسنج. عملية البروسيسنج تاخذ واخذت وقت طويل جدا بسبب مشاكل النت. فهنا طبعا راح اقول له الستاندرد وهنا طبعا راح ننزل الخارطة على شكل بي دي اف تضغط عليها. هنا طبعا راح ننتظر البي دي اف يحمل البي دي اف. عملية التحميل لم تتحقق بسبب النت فراح نترك عملية التحميل مثل ما قلنا بالمحاضرة القادمة الجزء الثاني ان شاء الله. فقبل ما ننهي المحاضرة راح لو جزء ما اخذناه انه شلون نتعامل مع المات لايرز والويند انرجي لايرز اللي تشمل المين ويند سبيد والمين باور دنسيتي وايضا اخذنا تفاصيل التيريال سيرفيس لير اللي تشمل الرفنس لير والاوروغرافي وتفاصيل اخرى وكذلك شفنا كيفية استخراج عملية المخطط الباور دنسيتي و للويند سبيد وايضا الويند روز وكي
إصاباتهم، وأيضا تعرفنا على شلون نحدد عملية الإعداد لطباعة الخارطة أو إنزال ملفات GIS file. وطبعا GIS file يحتاج إلى إنترنت جدا قوي، يلا ممكن إنه نقدر ننزله حتى نقدر نستخدمه في برنامج GIS. طبعا المحاضرة اللاحقة راح تكون تكملة لكيفية التعامل مع الملفات اللي تم تحميلها والتعامل معها في برنامج GIS، وأيضا الملفات اللي ممكن أنه تكون على شكل PDF وشلون نقدر نقرأها ونستفاد من عدها. لهنا راح نختم المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.